بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. هنبدأ اليوم إن شاء الله كورس كمبيوتر أدي ديزاين فور كمبيوتر إنجينير اللي هو 434. هنبدأ نقول بسم الله شغل الأسبن هايسس. الأسبن هايسس هنأخذ بعدها أسبن هايسس فيرجن 9. الفيرجن هنشتغل عليها هي 9. برنامج الأسبن هايسس من أهم برامج اللي يحتاجها الكيميكا إنجينير. هنبدأ نتعرف أول شيء كيف ممكن نعرف الكومبوننت. هنبدأ مثلا بدأ نيو، نبدأ فايل جديد، أوكي جديدة. كيف نعرف الكومبوننت؟ ليش نعرف الكومبوننت أو المواد اللي نستخدمها؟ هنقول له آد، نختار مثلا، يا اما نكتب نختار من هنا مثلا ميثان او بروبان او نورمال بيوتان، او هنا نكتب مثلا نقول نبي مثلا بنزين، هذا البنزين، او نقول له مثلا امونيا، او اذا كان انا نبي نعرفها بمعلومية الفن هذا بالنسبة للنيم، لكن اذا كان نعرفها مثلا الفورمولا ممكن نختار فورمولا ونقول انا نبي مثلا السي 6 اتش 6 بنزين، اوكي. او اذا كان نبي مثلا سي او والله سي او 2، اوكي. هذه طريقه السيرش، لان الامانه عندنا مجموعه كبيره من العناصر، بالتالي لازم نكون حريص في عمليه البحث. هنبدأ مثلا توا نختار مثلا ووتر، نبدأ أمثلة بسيطة، نقول آد، يا إما ندير عادي قلت لك أو نقول آد. عرفت الووتر الكومبوننت بتاعي، هناخد فلويد باكج نقول آد. هنختار الفلويد باكج اللي نشتغل بيه، سواء اس ار كي ولا بينج ربسر ولا ان ار تي ال. مثلا اخترت ان ار تي ال، اوكي. فاخترت ان ار تي ال، مجرد ما اخترت تو فلويد باكج كومبوننت فلويد باكج حنشتي نختار سيموليشن. في السيموليشن في البداية لازم نعرف تو ستريمز، عندي الماتيريال ستريم وعندي الانرجي ستريم. الماتيريال ستريم هذا اللون الازرق، الانرجي ستريم هذا اللي هو باللون الاحمر. هذين هن الكوبمنت بتاعنا اللي هو مثلا سيبريتر، ولا اللي هو ثري فيس سيبريتر، عندي اكسباندر، كمبرسر، بامب، هيتر، كولر. عندنا مجموعة كولوم، عندنا اللي هو ديستيليشن كولوم، يعني هذينا كلنا حنجوهم ستيب باي ستيب. حنبدأ بس أول شيء هنعرف كيف نعرف الستريم. باش نعرف أي ستريم، ماتيريال ستريم، هنختار ندير كليك، بعدين نجي ندير كليك، خلاص ندير كليك في المكان اللي نبي فيه. هيعطيني الشكل السام هذا وعليه رقم واحد، واللون بتاعه اللي هو اللايت بلو. باش نعرف له الديتيلز بتاعه هندير دبل كليك عليه. اول شيء الاسم، هيقول لي هنا ستريم نيم، شو تسميه انت؟ مثلا سميته الت، اوكي، او فيد، سمي الاسم اللي تبيه. البيبر فيس فراكشن، هذا كم عندك بيبر او ليكويد، اذا كان عندك في جزء بيبر او ليكويد كم عندك نسبة البيبر هنا. درجة حرارة، على فرض ان الليكويد اللي عندي اللي هو الووتر درجة حرارة 25 سلسيوس. البرشر سي مثلا قاعد في 1 اتوم. نختار مثلا اليونت اللي نبيها. المولر فلو، انا هنا باش نعرف الفلو عندي ثلاثة انواع، يا اما نعرف المولر فلو او ماس فلو او الفوليومتريك فلويد، اوكي، كيوبيك متر بير اور. هذا الماس فلو كيلو جرام بير اور، المولر فلو كيلو مول بير اور. مثلا نقول له 100 كيلو مول، نقول له 100 كيلو مول بير اور. بعد عرفت الثلاثه هذينا هيجي مازال هنا، ديما نخلي عيني لوب هنا، يعني يقول لي انون كومبوزيشن. شنو الكومبوزيشن؟ هيجي الكومبوزيشن ونعرف له
الكومبوزيشن. انا هنا عندي هيدروجين مول فراكشن، ما دام عندي يعني اسف عندي ليكويد اتش تو او، ما دام عندي اتش تو او الكومبوننت الوحيد اللي عندي هو الميه. من عندي لا واحد دير كليك، نقول له واحد اوكي انتر، نختاره ونقول له اوكي من الاخر. هيك قاعد عنده لونه خضر وقال لي اوكي، وقعد اللون بتاعي دارك بلو. ما دام قعد عندي دارك بلو معناها الستريم خلاص اتعرف بالكامل، وعرف الميزات، عرف يعني العناصر الاساسيه بيش الهايسس يقدر يشتغل عليه. حنجين نحتاج نعرف مثلا بعض البروبرتيز على الستريم هذا، حنجين دبل كليك، حنشوف البروبرتيز، حنشوف مثلا الستريم هذا هذا نيوكلير ويت، مثلا مولار دنسيتي، الماس دنسيتي، الماس انثالبي، الماس انتروبي، الهيت كاباسيتي، يعني عندي مجموعة مثلا الزد فاكتور الكمبرسيبلتي فاكتور. مثلا نحتاجه ليكويد فراكشن او قاعد كلها ليكويد هنا، نحتاجه مثلا فيسكوسيتي، ثيرمال كوندكتيفيتي، السيرفس تنشن، اوكي المولر فوليوم، المولر فوليوم، هذينا كلها نقدر نعرفها من خلال البروبرتيز بتاعها. هنا الفيس بتاعي قلنا هو زيرو، الفيبر فيس فراكشن زيرو، انا قاعد كلها ليكويد، لانك متاكد اخرى تجيب البروبرتيز هتلقى هنا في عندك اللي هو ليكويد فراكشن. ليكويد فراكشن معناها قلنا نسبة الليكويد عندي، انا هنا قاعد كلها واحد، انا قاعد كلها ليكويد اوكي. على فرض ان الليكويد هذا اللي عندي اللي هو الووتر محتاج ينسخن الى درجة حرارة 75 سلسيوس. ايش نسخن الى درجة حرارة 75 سلسيوس؟ نحتاج هيتر، زي الهيتر هنجيب الهيتر، هذا هيتر اختاره نجيبه هنا، هندير دبل كليك على الهيتر. اللي كان اللي بيسمي الهيتر اسمي البي، مثلا سميته هيتر 1 مثلا، سمي التسمية اللي تبيها انت. الهيتر في عندي هنا انلت وعندي اوتلت، الانلت بتاعي هو اهو اللي هو الستريم هذا سميته انا انلت او البطاقة، شوف الاوتلت سميته مثلا الاوتلت، سميتها اسمي اللي بيه هنا. الانرجي هو هذا يحتاج سميته كيو مثلا، كيو 1 انرجي اللي يحتاجها، طبعا الهيتر يحتاج انرجي بالتالي لازم نسمي نعرف له انرجي ستريم، هنقول له كيو 1 كون واحد اسمه كيو 1. سالني قال لي انا النو دلتا بي، انت لو تسخن الميه كم بيكون عندك دروب في البريشر؟ اذا كان عارف انت الاوتلت بريشر كم عرف له، اذا كان ما عندكش دروب في البريشر الاسهل انك تجيب باراميتر هنا وتقول له دلتا بي صفر. اوكي بعدين حاجه من اثنين هنا، يا اما نعرف له الاوتلت تمبريتشر كم تبي، او نعرف له كميه الانرجي كم اللي عندك. اذا كانك انت عارف كميه الانرجي اللي داخله للهيتر هو هيحسب لك الاوتلت تمبريتشر، واذا كانك انت عارف الاوتلت تمبريتشر اعطيه الاوتلت تمبريتشر هيحسب لك هو الانرجي. هنديروا تو سيناريو. السيناريو الاول على فرض اني انا عارف الاوتلت تمبريتشر، بالتالي بنعرف كم نحتاج انرجي باش يوصلني الاوتلت تمبريتشر هذه اللي نعرف. نجي هنا في الورك شيت، وهذا اللي هو الانلت اوتلت، وهذا الكيو. هنجي نقول له مثلا انا نحتاج هو كان 25 اللي مستخدمه 75، نقول له وصل لي 75 سلسلس. مدام تبي انت 75 معناه هو بيعرف بيحسب لك هو كمية الانرجي اللي توصلها لل 75، معناها كمية الانرجي هذه اللي وصلت من 75 حوالي 105.5 كيلو. بهي ذكاء العكس، اذا كان انا ما عنديش 105.5 كيلو وات، انا عندي 100 كيلو وات بس. اذا كان عندي 100 كيلو وات بنعرف انا ال 100 كيلو وات توصلني كم، هتوصلني 75 او كم مش عارف نشوفه. هاجي دبل كليك، هنرضي 75، نعرف شنو 75، انا اللي عارفه توا كم كمية الانرجي اللي لازمة، كم يعني كم الاوتلت تمبريتشر، اذا كان كمية الانرجي اللي ضفتها لها انا هنا عبارة عن 5
عبارة عن 100 كيلو وات. هنجي هنا في الكيو ونقول له ممكن نجي في الديزاين أسهل هيك باراميتر والديوتي نقول له 100 كيلو وات. المية كيلو وات اللي هي هذه اوكي حتسخن لي المية من 25 لعند 72.37 اوكي. بالتالي في الهيتر هنعرف الانلت ستريم لازم يكون عندي كامل معروف، هنعرف الاوتلت، هنعرف الكيو، بعدين نقول له كم نحتاج مثلا كمية، كم نحتاج انرجي باش نوصل لل 75. اذا كانت انت عارف ال 75، اذا كانت ما عادش عارف ال 75 ومش عارف الاوتلت تمبريتشر، تدخل له كمية الانرجي اللازمة وهو يحسب لك كم درجة حرارة اللي طالع عندك. بالتوفيق، ما بيش نطول المقطع، حنكمله في مقطع ثاني ان شاء الله.